السلام عليكم. عليكم السلام. هاجي معايا نشوف البقرة. أنا غادي نجيب البقرة. هادي الشي بلدي. بسم الله. بديتي تحلبي؟ تنسحلي هذا بطرحم. تنسحلي هذا الحرب والهدافية. ايوا عاد نحيبها ان شاء الله. وعلاش كتمسحي ليا؟ زعما باش تنقى ولا؟ باش تنقى وتعطف. تعطف؟ لا ما كتلقيش ليها ولدها العجيه. تنحلبها نحلبها بلاش عاد نطقو ليها دابا نحلب معاها وعاد نطقو. ولاش ما تلقيش هو يعطفها كيف كتقولي؟ لا هادو تيتحلبو بلاش. كيفاش هادو؟ هادو الفرق دابا. شحال هادي كانوا؟ دابا لا كنا كنحطهم في رجلهم. دابا لا نسمعنا دابا ولينا كنقطعو على ميها سخونة. دابا هاد البقره ما تقدرش تضربنا. ايوا نعاد الله مع مرات طوباتك. نعم ايوا ان شاء الله حتى اليوم ما يصير والو. كتحلبي بجوج بجوج؟ ايوا هضري معانا وشرحي لينا انت هكا. تنحلب بجوج بجوج عاد نحلب بالوحده. نحلب بالوحده. دابا شحال من عام وانتيا كتحلبي؟ حياتي كلها. حياتك كلها وانتي كتحلبي؟ دابا مولفة. مولفة ملي كنت صغيرة في دارنا. شفتي بنت ليا وحدة كتطيح فيه الأرض. هاديك الله عليا. ها؟ تعفر. تعفر. مكيضروكش صباعك؟ لا. ولفتي؟ ولفت. يعجبني انا الحليب ام خير. دابا شحال من مره كتحلبي البقره في النهار؟ وشحال كتحلبيها من مره في النهار؟ لا حلبتها في الصباح ما نحلبهاش في العشيه نطلق ليها ولدها. لا حلبتها في العشيه يبات معاها ولدها صافي كنحلبها وقت الواحد. ودابا عاوتاني غتطلقي ليها ولدها؟ اه بات معاها دابا غنجيبها دروك. بعيد لا هي بزاف حتى هي ما تقدرش تقي ليها دارش ليها. وعلاش ما تقربيش السطل ويهبط نيشان الحليب في السطل؟ ما يمكن صافي هي راه قريب ليها صح. تقي ليها دارج ليها لا بغات تعكس من المل. اه عندك الحق. وهاد الحليبه ان شاء الله ملي غادي تسحل بها شنو غادي ديري بها؟ غادي طبعا نديها ان شاء الله نصفيها ونحطها في الصقال اطروب نهار ولا يومين مع الحال الا كان شويه دافي. دابا شنو غادي ديري ليه من بعد؟ نديه ان شاء الله نصفيه ونزيد عليه ونشبعو معايا. غادي نجمعو يروق ونقضو نديرو في الشكوى ونقضو ان شاء الله وتابعوا معايا. ما قلتيش لي هذه هي الفقيره اللي شفنا داك النهار؟ هي هذه. حنا غادي نتسناو معاك تنشوفو العجيله. يلا حنا نتسناوك. تبارك الله. علاش بحال هذا غير جلدها؟ بحال راحت. ما تحفظش على رجلتها. شوف صباح صحة سير.
عدابة مسكينة. اثنين قارب ليها واخا نقدر نقرب ليها نبغي نصورها قريب. دابا غنصفي الحليبة اللي بتا غنصفيها وملي غنصفيها غتضرب ونخضها هي بسم الله. تابعوا معايا واخا ما قارياش رانا هادشي ديال العربية حتى ندير. تابعوا معايا وشجعوني ونوريكم حاجة اخرين ديال العربية ان شاء الله. بسم الله تبارك الله عليك لالة السعيدية. بسم الله ها هو الحليبة غادا تروب ان شاء الله وغادا نخضوه ان شاء الله. تابعوا لا بعد سني حتى يعمر هذاك السطل. اها غادي يعمر ونخضوه ان شاء الله. وهادشي ديال العربيه رانا كاع اللي عرفتها نوريها لكم يا عنديرها. تبارك الله وشكرا لكم.